بتصرف أكتر من 13,000 جنيه على غدوة في الساحل الشرير. فاتي في كل اللي انت بتعمليه فما تخافيش يعني. خواوي خواوي ومش عارفة ليه. وتسرب لها فيديو بتتخانق فيه مع والدها بعد ما قال لها ما تخافيش كل حاجة هتوضح للناس. القصة الكاملة الهادية غالب والسر ورا الفيديو المسرب ليها من داخل قناة شهيرة. في الساعات الأخيرة هادية غالب اسمها رجع يتصدر الترند من جديد بعد انتشار فيديو ليها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه مع واحد بيسألها بتصرفي كام في الساحل الشرير. في البداية رفضت تقول المبلغ علشان خايفة من الحسد، لكن بعدها قالت من 700 ل 1000 درهم، يعني أكتر من 13,000 جنيه في اليوم الواحد. وكالعادة ردها عرضها لموجة انتقادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا، خصوصا ان المايوهات اللي بتبيعها سعرها بيعدي 15,000 جنيه، واللي يعتبر سعر مبالغ فيه بالنسبة لكتير من المستهلكين. الغريب ان في الوقت اللي انتقادات الانترفيو بدأت تقل شوية ظهر مقطع جديد ليها وكأنه متسرب من قناة شهيرة، وده لان الكاميرا بتبعد عن وشها اول ما عينيها بتيجي في الكاميرا. الفيديو وضح جزء من حوارها مع والدها اللي كان بيواسيها وكأنها بتمر بأزمة صعبة في حياتها، وقال لها ما تخافيش يوم من الأيام كل حاجة هتوضح، ومين عارف مش يمكن ننجح. وكمل كلامه البنت وقال لها ما تقلقيش هتبقي كويسة. فردت وقالت هبقى كويسة زي المعتاد. جمهور مواقع التواصل ما عدوش الفيديو كده وخلاص، لا دول لاحظوا ان طريقتها في الكلام مع والدها جافة جدا وكأن في خلاف ما بينهم، خصوصا ان نظرتها ليه في نهاية الفيديو كلها لوم. بس لو ركزنا في الفيديو شوية هنلاقي ان قعدتها وطريقتها كأنها بتصور برنامج او مسلسل واقعي عن حياتها بتنقل فيه الصعوبات اللي بتمر بيها للجمهور. بس هادية غالب قررت تحسم الجدل وقالت عايزة اطمن الناس اني كويسة الحمد لله وما مفيش مشكلة معايا انا وبابا، ووضحت انها بتصور رياليتي شو اسمه الغالب غالب وهيتعرض قريب على القنوات الفضائية. تفتكروا هادية غالب قصدها تسرب الفيديو علشان تروج لبرنامجها الجديد، ولا الموضوع مجرد صدفة؟